السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماهر الحبشي من قناة انجلش كامب. أهلا بكم في الفيديو الثاني في القناة والفيديو الأول في سلسلة شرح أساسيات اللغة الإنجليزية. أولا قبل ما نبدأ الدرس بتاع النهاردة عايزين نقول حاجة معينة اللي هي طبعا احنا عارفين ان ما ينفعش أكون شيء معين بدون مكوناته، يعني ما ينفعش أبني مبنى بدون ما يكون عندي المعدات اللي هبني بيها أو هكون بيها المبنى، ما ينفعش أطبخ طبخة بدون ما يكون عندي المقادير أو المكونات اللي هكون بيها أو هستخدمها في تكوين هذه الوجبة المعينة. وبالتالي الكلام ده ينطبق على اللغة، فلما نيجي نتكلم عن لغة زي اللغة الإنجليزية لازم أكون عارف أجزاء الكلام اللي هكون منها الجمل اللي هتكلمها أو هقولها أو هقرأها أو غيره. فعشان كده كان لازم نبدأ الدروس بتاعتنا بالكلام عن parts of speech أو أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية. هنتكلم إن شاء الله عن الأجزاء بشكل عام وهناخد أمثلة على كل جزء، وبعد كده إن شاء الله هيكون في دروس منفصلة للحديث عن كل جزء بشكل منفصل. نبص مع بعض. عندنا أجزاء الكلام 8 parts يعني 8 أجزاء. الـ 8 parts هم الـ noun و الـ pronoun والـ adjective والـ verb والـ adverb والـ preposition والـ conjunction والـ interjection. تاني بنقول إن الـ 8 parts of speech يعني الثمان أجزاء للكلام في اللغة الإنجليزية هم noun و الـ pronoun و الـ adjective والـ verb والـ adverb والـ preposition والـ conjunction والـ interjection. هنبدأ بالـ noun أو الاسم. النون أو الاسم زي اللغة العربية بالظبط، names someone or something or a place or an idea. يعني إيه؟ يعني النون أو الاسم بيرمز لشخص، بيرمز لشيء، بيرمز لمكان، بيرمز لفكرة عامة أو اسم عام. زي بيرمز لشخص زي أحمد، زي ستيف، زي عمر. بيرمز لشيء زي كار، عربية، زي كات، قطة، زي دور، الباب. بيرمز لمكان زي لندن، إيجيبت، the United States of America. بيرمز لي general name اسم عام زي فيسبوك، زي تويتر، زي ويب سايت، موقع معين. و بكده نكون عرفنا ان النون او الاسم بيسمي شخص، بيسمي مكان، بيسمي فكرة، بيسمي شيء زي بالظبط اللغة العربية. الجزء الثاني او the second part of speech، الجزء الثاني اللي هو ال pronoun او الضمير. ال pronoun او الضمير وظيفته ان هو used is used in place of a noun. يبقى the pronoun is used in place of a noun يعني بيستخدم مكان الاسم او بدلا من الاسم او عوضا عنه. يبقى الضمير شغلته ايه؟ شغلته اني بحطه بدل ما اكرر الاسم اكتر من مرة. بمعنى نبص على الشاشة، بيقول لي ستيف is a good boy. ستيف is a good boy. ستيف lives in England. ستيف is my friend. فهنا ذكر لي ثلاث جمل، الثلاثة بيتكلموا عن نفس الشخص اللي هو ستيف. ستيف ولد جيد بيعيش في انجلترا، صديقي. فالكلام ده طبعا او الشكل اللي احنا شايفينه ده شكل سخيف شوية او شكل غير مستحب في اللغة، اللي هو التكرار، ان اقول ستيف كذا، ستيف كذا، ستيف كذا، ده غير مستحب بالمرة. امال ايه المظبوط او ايه الصحيح؟ الصحيح ان انا لما ذكرت في اول جملة ستيف is a good boy، ستيف ولد جيد، اصبح باقي المعلومات اللي انا هقولها انا فاهم كمستمع ان هي بتعبر عن او بتكلم عن نفس الشخص اللي هو ستيف، وبالتالي مفيش داعي لتكرار ستيف اكتر من مرة زي ما احنا شفنا كده. امال ايه الصحيح؟ الصحيح ان اقول ستيف is a good boy، حددت الشخص اللي هو ستيف النون اللي انا بتكلم عنه ولد جيد. عايز بقى ادي معلومات تانية عن ستيف اقول he lives in England، هو يعيش في انجلترا. يبقى هي ده pronoun ضمير معناه هو، بيعوض عن او جاي بدل من، بدل مين؟ بدل من النون اللي هو ستيف. اقول برضو ان هي is my friend، هو يكون صديقي او هو صديقي. يبقى هنا ذكرنا ستيف النون في اول مرة عشان نعرف احنا بنتكلم عن مين. في تاني جملة وتالت جملة ورابع وخامس وسادس جملة، بدل ما اكرر ستيف اكتر من مرة، اللي انا عملته ان انا جبت pronoun او ضمير اللي هو هي بيعوض عن ستيف. والضمائر في اللغة كتير، في ضمائر فاعل، ضمائر مفعول، ضمائر منعكسة وغيرها، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في درس خاص بالضمائر. نيجي للجزء التالت عندنا من اجزاء الكلام اللي هو الادجكتيف او الصفة. في اللغة العربية عندنا الصفة بتوصف اسم، بتوصف اسم. طب في الانجليش نفس الكلام، the same. بيقول لي the adjective describes a noun. The adjective describes a noun، الصفة بتصف اسم. يعني ايه الصفة بتصف اسم؟ بص معايا على الامثلة اللي قدامنا. الجملة الاولى بتقول the boy is happy. The boy is happy. تعال نطلع اجزاء الكلام اللي احنا اخدناها من الجملة. عندي the boy الولد، ده
اللي احنا قلنا عليه noun. is happy، عندي happy يعني سعيد، دي adjective الصفة. طيب happy هنا بتعمل ايه؟ ايه الفانكشن او الوظيفة بتاعتها؟ هنا happy الصفة بتوصف الولد، يبقى الadjective اللي هي happy described وصفت the boy اللي هو النون، يبقى الadjective بتصف النون، يبقى الصفة happy وصفت الاسم اللي هو the boy. مثال تاني بنقول the sky is dark، the sky is dark، السماء مظلمة. فين النون هنا؟ النون the sky، السماء. فين الadjective اللي بتوصف السماء، الصفة اللي بتوصف السماء؟ dark اللي هي مظلم، السماء مظلمة. يبقى هنا جبت الصفة اللي هي dark، وظيفتها ايه في الجملة؟ بتوصف لي النون اللي هو the sky اللي هي السماء. جملة تالتة بتقول he is tired، he is tired، هو متعب. فين هنا النون؟ في نون في الجملة؟ مفيش نون، بس في ما ينوب عن النون، في اللي بيعوضني عن النون اللي احنا قلنا عليه ايه؟ البرونون اللي هو مين؟ الضمير اللي هو هي. فحل محل النون عادي خالص، بدل ما اقول مثلا احمد متعب قلت هو، قلت هي از تايرد. فهنا الصفه اللي هي تايرد متعب وصفت هي اللي هو البرونون الضمير اللي جاي يعوض عن الاسم او النون. يبقى الادجكتيف ديسكرايبس ذا نون، الصفه بتصف الاسم زي ما شفنا في الثلاث امثله اللي عندنا. الجزء الرابع من اجزاء الكلام اللي هو الفيرب او الفعل. الفيرب او الفعل ده بنقول عليه an action word، action word يعني كلمه فيها حركه، كلمه فيها نشاط، فيها activity. الامثله كتير طبعا للفيربس الافعال زي play يلعب، زي read يقرا، زي run يجري، زي eat ياكل، زي practice يتدرب او يمارس شيء معين. دي كلها verbs يعني افعال بتدل على الـ activity، على النشاط او الموفينج اللي هي الحركه او الاكشن. بعد الفيرب هنتكلم عن الجزء اللي جاي اللي هو الادفيرب اللي هو المقابل بتاعه بالعربي الحال او الظرف. احنا طبعا عندنا في اللغه العربيه حال او ظرف. الحال شغلته ايه او وظيفته ايه في اللغه العربيه؟ عارفين ان الحال في اللغه العربيه بيوصف الفيرب الفعل. بيوصف الفعل ازاي؟ لو احنا جينا قلنا جملة لغة عربية هو يقود بسرعة، هو يقود بسرعة، عندي هو يقود بسرعة، دي جملة عربية صحيحة 100%. تعال نمسك كلمة بسرعة، شغلتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ بتوضح ايه في الجملة؟ بسرعة بتوضح ان القيادة بتاعته قيادة سريعة، بتوضح ان القيادة بتاعته قيادة سريعة. هو يقود، يقود ده ايه؟ يقود ده فعل. طيب بسرعه هنا بينت لي شكل الفعل، شكل القياده بتاعته، مش شكل هو، لا شكل القياده، شكل حركه القياده بتاعته عامله ازاي. كاني بسالك هو بيقود ازاي، كيف يقود. فانت عايز تبين لي الحال او الشكل بتاع القياده، فقلت لي بسرعه. اهو بسرعه ده الظرف او الحال، بيبين شكل او حال الفعل في اللغه العربيه وكمان في اللغه الانجليزيه. تعالى بقى ناخد جملة انجليزي، نفس الجملة نحولها انجليش، نقول he drives quickly، he drives quickly. he ده pronoun اللي هو الضمير، drives ده الverb او الفعل اللي معناه يقود، quickly دي معناها بسرعة، ده الادverb او الظرف اللي بيوصف الفعل اللي هو يقود، يبقى بيقود بسرعة drives quickly. لو بصينا المثال تاني زي they answered badly، they answered badly، هم أجابوا، هم جاوبوا badly بشكل سيء. عندي they البرونون أو الضمير، وعندي answered ده الverb أجابوا أو جاوبوا، وبعد كده badly يعني هم أجابوا بشكل سيء. يبقى عندي badly اللي هي بشكل سيء بتصف هم ولا بتوصف إجابتهم؟ بتوصف إجابتهم، بتوصف فعل الإجابة، الأكشن بتاع الإجابة، فعل الإجابة سيء، الإجابة بتاعتهم سيئة، وبالتالي جبنا الظرف اللي هو badly عشان يوصف لي الفيرب اللي هو answered أجابوا. لو بصينا في الجملتين أو في الظرف اللي في الجملة الأولى والظرف اللي في الجملة الثانية، هنلاقي إن الاتنين بينهم قاسم مشترك، إن هما الاتنين منتهيين بال واي. يبقى الظرف غالبا، مش دايما ولكن most of adverbs، معظم الظروف بينتهوا في اللغه الانجليزيه ب ال واي، والظروف اللي مش بتنتهي ب ال واي او غيرها هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه الخاصه بالادفيربس او الظروف. ولكن النهارده انا عايز اعرف ان الظرف describes the verb، بيصف
الفعل زي ما خدنا في الأمثلة، يقود بسرعة، يجيب بشكل سيء، يتكلم بصوت عالي. فدي كلها ظروف بتصف الأفعال. الاستخدام الثاني للظرف describes an adjective، يبقى the adverb describes an adjective، الظرف بيصف صفة. بيصف صفة ازاي؟ تعال نبص على الجملة اللي قدامنا دي. بيقول لي the bed is organized، the bed is organized، السرير مرتب أو منظم. منظم دي ايه؟ تعال نشوف الأول ال parts of speech، أجزاء الكلام اللي عندنا. the bed ده النون، السرير. is ده الفيرب، organized دي الادجكتيف او الصفه، منظم. فهنا الصفه وصفت الاسم زي ما احنا قلنا قبل كده. تعال بقى نضيف كلمه على الجمله. the bed is badly organized، badly organized يعني السرير منظم بشكل سيء. عندي منظم، قلنا دي adjective صفه بتصف السرير ان هو منظم. طب انا بقى عايز اوصف التنظيم نفسه، عايز اوصف الصفه اللي هي منظم، اقول التنظيم ده كويس ولا سيء ولا حاله ولا وضعه ايه بالظبط. فاضفت الظرف اللي هو badly، ظرف منتهي بال واي زي ما اتفقنا ان معظم الظروف بتنتهي بال واي، حطيناه قبل الصفه عشان نوصفها، نبين وضع الصفه منظم ازاي، بشكل سيء، بشكل جيد او غيرها. يبقى تاني استخدام من استخدامات الادفيرب ان هو describes the adjective، بيصف الصفه. تالت استخدام من استخدامات الادفيرب الظرف ان هو describes another adverb، يعني يصف ظرف اخر. يعني ينفع اجيب two adverbs يعني ظرفين ورا بعض، ينفع تجيب ظرفين ورا بعض، مفيش مشكله خالص. والنقطه دي هاخد عليها مثال فقط للايضاح، ولكن هنتكلم عنها بالتفصيل في قلنا ان شاء الله في الدرس الخاص بالادفيربس او الظروف. المثال بيقول he drives very slowly، he drives very slowly، هو يقود ببطء شديد او ببطء جدا. تعال نشيل الاول كلمه very من الجمله. he drives slowly، انا عندي he drives، he ده pronoun، he pronoun، drives ده الفيرب الفعل، وslowly ده الظرف المنتهي بال واي، بيصف الفعل اللي هو يقود، يقود ببطء. طب انا عايز بقى ازود درجه البطء، يعني مش عايز اقول ببطء، عايز اقول ببطء شديد او ببطء اكثر من اللازم. فببين ببطء ده الظرف، عايز ابين درجته، البطء ده بسيط ولا بطء بدرجه كبيره. فاضفت له very slowly، اضفت very، very ده ظرف صحيح مش منتهي بال واي، ولكن قلنا مش كل الظروف بتنتهي بال واي. يبقى عندي ظرف اللي هو very، وslowly اللي ده برضه ظرف منتهي بال واي. الظرفين بيعملوا ايه ورا بعض؟ slowly ده الظرف الاساسي اللي عندي اللي بيكمل لي معنى الجمله، هو يقود ببطء، ببطء دي اللي كملت لي معنى القيادة أو بينت لي حال القيادة. فيري بقى جدا ما وصفتش القيادة، ده وصفت البطء، يعني وصفت الظرف اللي بيعبر عن البطء اللي هو slowly. واضح؟ يبقى very slowly، slowly ده ظرف ببطء بيصف الفعل اللي هو drives، وده وظيفة من وظائف الظرف إنه بيصف الفعل. الوظيفة التانية أو الظرف التاني اللي هو very، ده جاي لوظيفة أخرى إن هو بيصف الظرف اللي زيه، بيصف slowly البطء بإن هو شديد أو بطيء جدا. تمام؟ أتمنى تكون واضحة. بالنسبة للاستخدام الأخير للأدفيرب أو الظرف، زي ما عندنا في اللغة العربية ظروف زمان وظروف مكان، ففي برضه في اللغة الإنجليزية الكلمات دالة على المكان وكلمات دالة على الزمان، ودي أيضا adverbs يعني ظروف. زي here هنا، دي كلمة بتدل على مكان، ظرف مكان. there هناك، ظرف مكان. tomorrow غدا، ظرف زمان. now الآن، ظرف زمان، وهكذا. إن شاء الله ندخل على الجزء الجديد أو اللي عليه دور اللي هو preposition. prepositions أو حروف الجر. حروف الجر أو prepositions are used، بتستخدم to show the location or the direction، to show the location or the direction، بتوضح اللوكيشن الموقع او الدايركشن الاتجاه بتاع الشيء او الشخص. ازاي؟ نبص مع بعض في الصوره اللي جايه. هنلاقي عندنا بعض حروف الجر قدامي على الشمال، under، under واضح من الصوره ان هي معناها تحت، زي ما شفنا الفار under the box، تحت. the rat is under the box، الفار تحت الصندوق. جنبها over، over معناها أعلى، يعني في مستوى أعلى. عندي in في
زي ما شايفين برضو واضح من الصورة، وقلنا على زي ما احنا شايفين برضو من الصورة on the box على الصندوق، و in front of معناها أمام، و behind معناها خلف، و next to معناها بجوار. مش هنفصل قوي في prepositions أو حروف الجر، هنعملها إن شاء الله حلقة منفصلة ناخد حروف الجر واستخداماتها في اللغة، ولكن دلوقتي أهم شيء بالنسبة لي إن أكون عرفت إن preposition أو حرف الجر ده shows the location، يعني بيوضح اللوكيشن اللي هو الموقع أو the direction أو الاتجاه of somebody or something لشخص ما أو شيء ما. ندخل على الجزء التالي اللي هو الكونجنكشن. كونجنكشن يعني رابط، والرابط من اسمه هيربط. هيربط ايه؟ احنا عارفين ان الجملة بتتكون من كلمات، فهيربط الكلمات ببعضها، وعارفين ان الفقرة بتتكون من جمل وعبارات، فهيربط الجمل والعبارات ببعضها عشان يكون لي الفقرة. فالكونجنكشن اللي هو رابط بيربط، يعني كونكت. كونكت ايه بقى؟ كونكت the words او phrase أو sentences، بيربط ال words أو phrases أو sentences، الكلمات أو العبارات أو الجمل ببعضها. هناخد بعض الأمثلة البسيطة لل conjunctions، إن شاء الله برضو زي ما اتفقنا ليها حلقة منفصلة بيها بإذن الله بأنواعها بقى. هناخد مثلا and. and معناه إيه؟ and ده اللي هو حرف العطف بتاع اللغة العربية اللي هو و، حرف الواو. أما أقول مثلا في المثال I like English and French، I like English and French، أنا بحب ال English و French. الانجليش والفرنش الاثنين عايز اضيفهم لبعض او اربطهم ببعض عشان يدخلوا الاثنين تحت الفعل اللي هو لايك، بحب ده وده، فاضفت او ربطت الفرنش بالانجليش ب و اللي هي اند. مثال تاني بيقول لي I didn't came، I didn't came، انا لم اتي، because لان I was ill، لاني كنت مريض. فعندي جملتين، انا ما جيتش، انا لم اتي، والجمله الثانيه انا كنت مريض. فلو خدنا بالنا من المعنى هنلاقي ان انا ما جيتش نتيجه لان انا مريض، فانا مريض سبب خلاني ما جيش. ففي هنا جملتين سبب ونتيجه، اربط بينهم ازاي؟ جبنا because ده رابط بيربط السبب بالنتيجه. عندنا جمله ثالثه بتقول he is sorry he played well، he played well، هو لعب بشكل جيد، هو لعب كويس، but he lost، ولكن خسر. يبقى he played well but he lost، هو لعب كويس دي جملة، هو خسر دي جملة تانية. طب ناخد المعنى بتاع الجملتين، لعبت كويس بس خسرت، المعنى في توافق ولا في تضاد أو تناقض؟ في تناقض، فجبنا رابط but، لكن رابط بيعبر عن التناقض بين المعنيين أو بين الجملتين، فجت but وجت because عشان تربط لي جملتين ببعض، وجت and فوق في المثال الأول عشان تربط لي كلمتين ببعض. فالconjunction بيربط ال words أو sentences ببعضها. آخر حاجة عندنا في أجزاء الكلام الانترجكشن، والانترجكشن باختصار بسيطة جدا، حاجة بتعبر عن شعورك أو رد فعلك تجاه موقف معين. يعني بتعبر عن شعورك أو رد فعلك؟ هنفترض إن أنا دلوقتي بسجل الفيديو ده، وجاء أخويا أخذ التليفون من قدامي أو أخذ الكاميرا من قدامي، أقول إيه؟ هقول له هي يو، أنت بتعمل إيه؟ هي يو، ده رياكشن أو رد فعل أو تعبير عن شعوري بالغضب من فعله. لو مثلا دخل عليا دلوقتي شخص وقال لي your friend had an accident، صديقك عمل حادثة، فأنا عايز أعبر عن أسفي، أقول oh dear أو oh my god، ده تعبير عن الدهشة، عن سوري، عن الحزن أو الأسى أو الأسف على الخبر اللي أنا سمعته. أو شفت صورة جميلة فبقول واو، ده تعبير عن إعجابي بالصورة اللي أنا شفتها. فتعبير عن الإعجاب أو الدهشة أو الحزن أو الفجأة أو التعجب، دي كلها اسمها interjections، يعني تعبيرات تعبر عن الشعور. كده إن شاء الله نكون خلصنا الثمان أجزاء بتوع الكلام، وزي ما قلنا إن إحنا هنتكلم بإذن الله بعد كده في حلقات منفصلة عن كل جزء على حدة، ونعرف ترتيبه في الجملة بتاعتنا إن شاء الله. قبل ما نمشي بس عايز أفكر باللينك اللي في الديسكريبشن بتاع الفيديو. قلنا اللينك ده إن شاء الله زي ما وعدتكم ده هيكون في كويز بعد كل درس، واللينك ده أو اللينكات عامة بتاع الكويز اللي هنحطها دي مأخوذة من موقع English Club. English Club ده موقع بيحط على طول
كويز لكل نقطة في اللغة أو لكل درس من دروس اللغة، فإحنا دايما هنحط اللينكات بتاعته عشان بعد ما نشرح تدخل على اللينك وتحل وتعرف الدرجة بتاعتك في وقتها بإذن الله، مجرد ما تحل عشان تعرف قدر التحصيل اللي أنت حصلته من الفيديو، وعشان تعرف كمان لو في خلل معين في شيء عندك نقدر إن إحنا نصلحه أو تقول لي عليه في الكومنتات ونتكلم عنه مرة تانية بإذن الله. كمان ما تنساش السبسكرايب لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، تشترك واللايك والشير عشان يوصلك الجديد بإذن الله ونستفيد دايما. أتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.